مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ اليوم أتيتكم بمقطع جديد والسلسلة التي تحبونها، وهي عن أخطاء في سبونج بوب أغلبكم لم يعرفها أو لم يراها. هي أخطاء من عالم آخر، وتعلمون النظرية التي آملها دائما ما تكون صحيحة. إذا لا تنسوا دعمي بلايك واشتراك، لايك وتعليق. يلا بينا نبدأ المقطع. لدينا حلقة من الموسم الثالث. في هذه الحلقة ظهر هذا الخطأ هنا عندما ظهر مستر سلطع يرمي شمشون من باب مطعمه. إذا نظرتم خلف مستر سلطع ستلاحظون أنه لا يوجد أحد، وغالبا ما يكون هنالك شفيق يستلم ويسلم النقود لزبائن المطعم، لكن في هذه اللقطة لا يوجد أي شخص في المطعم. وبعد تغير اللقطة مباشرة يظهر شفيق وبسيط داخل المطعم، على الرغم أنه في اللقطة الماضية كان المطعم فارغ ولا يوجد فيه أي أحد. وعندما قمنا بعمل بطء للحركة للتحقق، وبالضبط عندما كان مستر سلطع يطرد شمشون خارج المطعم، كان يجب أن نرى بسيط وشفيق داخل المطعم وهم يتحدثان كما في اللقطة الماضية، لكن الحقيقة لم يكونوا هناك أو قاموا بنسيان رسمهم في اللقطة الماضية، وهذا خطأ بسيط وقع في المشهد. نعود بالزمن إلى الوراء ونذهب إلى الموسم الأول من سبونج بوب، وبالضبط العودة إلى الحلقة الأولى التي كان عنوانها المساعدة المطلوبة، حيث حدثت في هذه الحلقة مجموعة من الأخطاء حاولوا أن تكتشفوها في هذا المشهد. في اللقطة العلوية لمطعم مستر سلطع نرى المطعم أنه يقفز من اليسار إلى اليمين. ركزوا في السرطانات الموجودة والملتصقة على مطعم مستر سلطع، هي تظهر باللون البنفسجي، لكن في اللقطات العادية التي نعرفها والتي تظهر دائما في حلقات أخرى تظهر باللون الأزرق وفيها أيضا ألوان بيضاء. شاهدوا بدقة لكي تفهموا الاختلاف الذي أقصده، وهذا خطأ بسيط وقع في ألوان الحلقة. لننتقل إلى خطأ آخر، أنا متأكد يا رفاق أنكم رأيتم هذا الخطأ، حيث أنه في اللقطة الأخيرة لسبونج بوب وهو يصنع الفطائر، انظروا الأسماك الجائعة التي تأكل بجنون. إذا قمت بالنظر إلى قميص سبونج بوب كان يرتدي سابقا ربطة عنق حمراء، لكن في هذه اللقطة اختلطت ربطة العنق مع وجهه ولم تظهر كما تظهر دائما، حيث ظهر رسمها بشكل مختلف ومشوه، وهذا خطأ وقع من رسامي الحلقة. في هذه اللقطة يظهر مستر سلطع يحمل كيس من النقود، لا أريدكم التركيز على كيس النقود بل ركزوا على مستر سلطع عندما يقوم بالقفز. مستر سلطع يلبس قميص أبيض فوق الأزرق، والقميص الأبيض يظهر جزء منه أمام عنقه، لكن عندما يقفز مستر سلطع يختفي هذا القميص في جزء من الثانية ويعود مرة أخرى. شاهدوا اللقطة بالعرض البطيء، القميص كما يظهر يختفي ويعود بعد القفز، هو خطأ بسيط وقع في المشهد. في حلقة بعنوان قشريات منتصف العمر، في هذه الحلقة ظهر خطأ غريب، ركزوا في بائع الآيس كريم، وبالضبط أثناء اللقطة التي دارت فيها المقبرة، حيث لم يظهر فيها بائع الآيس كريم، بل أكثر من ذلك لا يوجد بائع الآيس كريم في المشهد، لكن عندما يظهر مستر سلطع في الصف بعد ثواني فقط ظهر بائع الآيس كريم بطريقة غريبة، علما أنه لم يظهر لنا في اللقطة السابقة. الظاهر أنهم لم يرسموه في هذه اللقطة، حيث يجب أن يكون رجل الآيس كريم هنا، وهذا خطأ غريب وقع في المشهد. في حلقة بعنوان أسبوع ما بعد النوم، هذه الحلقة تدور حول سبونج بوب وساندي، هم يقومان بمجموعة من الألعاب الرياضية الخطيرة والمتهورة. حان الوقت لاكتشاف الأخطاء. الخطأ الأول هنا سألمح لكم، يتعلق ذلك بحذاء سبونج بوب.
إذا نظرنا إلى حذاء سبونج بوب، فمقدمة الحذاء مقطوعة ولا يظهر الحذاء بشكله الكامل، وهذه هي اللقطة مرة أخرى. ننتقل إلى لقطة أخرى. إذا ألقينا نظرة على منزل سبونج بوب، نحن نعرف على أنه يظهر مثل هذا في كل حلقة، لكن في إحدى اللقطات ظهر هكذا. سأحاول المقارنة وتقريب لكم الصورة. ستلاحظون أن في الطريق إلى منزل سبونج بوب لديه مثل خطوات خضراء بالقرب من باب منزله، ولكن حينما حل الظلام في اللقطة الليلية لم يضيف تلك الخطوات الخضراء التي ظهرت في النهار، حيث أن هذه الخطوات لم يعد لها أثر، والتي يجب أن تكون حاضرة في المشهد رغم حلول الظلام، وهذا خطأ بسيط وقع في المشهد. في حلقة بعنوان مراقب الطرق أو مراقب أورقة من الموسم الأول، في هذه الحلقة كلفت مدام نفيخة بسيط وسبونج بوب لمراقبة حركة النقل. ركزوا في الخلفية في هذا المبنى. في البداية يظهر جزء من هذا المبنى، وعندما تغيرت اللقطة تحرك هذا المبنى إلى اليمين بشكل مفاجئ. شاهدوا ما أقصده يا رفاق، وهذا خطأ غريب وقع في خلفية المشهد، لأنهم بدل أن يحركوا الخلفية حركوا المبنى إلى داخل المشهد. والخطأ الآخر الذي وقع في نفس الحلقة، شاهدوا عندما جاءت الشرطة إلى بسيط. هل اكتشفتم الخطأ؟ عندما تصل الشرطة وتسأل بسيط على المجنون سبونج بوب، لاحظوا هذه السمكة التي تلعب دور الضابط. دققوا في جفون عينيه أو فوق عينيه، هي أصبحت بنفس لون جسم السمكة التي أمامه. لكن هذه ليست مشكلة حتى الآن، عندما يكملان حديثهما مع بسيط وتتغير اللقطة، يتم تلوين جفون الضابط وتصبح متطابقة مع جسمه وتصبح ملونة باللون البني بدل الأزرق، وهذا خطأ بسيط وقع في المشهد. إلى هنا أكون قد أنهيت المقطع. إذا وصلت إلى هذا الجزء من الفيديو فأعرف أنك تحبني. كان معكم سفيان، نلتقي في مقطع جديد.